السجان ايوا الحرفيون اتحاد مغربي للشغل يهم بكم ويدعوكم الى تطبيق البروتوكول الصحي المعمول به داخل المملكه. بالنسبه للحمله احنا بالنسبه لنا احنا كمكتب نقابي كنا غادي نعملوها في بدايه الكوفيد 19، ولكن ارتئينا شويه على ما انه توضح لنا لان المخاطر وغادي كتزيد، بالدليل على انه غير البارحه كان 4495 حاله، ولهذا قلنا نوعيو الناس بهذا المخاطر اللي هو قاتل، وكنطلب الله عز وجل على انه يرفع علينا وعلى هذه البلاد العزيزه الحبيبه اللي عزيزه علينا، يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. وهذه الحمله هذه راه كيدعي بها سيدنا الله ينصرو، وحنا راه معاه في كل حاجه اللي هي غادي تدر الوطن ديالنا. هنا تسجلت بعض الحالات في السوق، ولكن هما ما محسوبينش بالدرجه الاولى على 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 المنطقه ديال عين سبع الحي محمدي، بحيث هنا تسجلت حالات ولكن محسوبه على البرنوسي، على سيدي عثمان، على هذه الحالات. ولكن الحمد لله الان راه هما كلهم تشافوا ان شاء الله من الكوفيد 19. الحمد لله في هذه الساعه ديال دابا اللي جات هذه اللجنه وبركات تقول لنا نديروا الماسك والبرودوي، وحنا فرحانين بهذا الشيء كله الحمد لله. هذوك هما اللي خارجين علينا، راه هما اللي دايرين لنا المرض. ما كانوا الناس واقعين هما يديروا الماسك ويديروا البرودوي، حتى ما عندوش برودوي يدخل يمشي يغسل يدو بالصابون ويتم غادي ترانكيل. ما الا ما دارش الماسك وما خصش يدو وداير يدو في الوسخ، راه جايب لينا حتى حنا المرض. وهذا المرض هذا بغاه سيدي ربي، وحنا ما غاديش نمشيو سيدي ربي. وحنا كاع المغاربه كنا مجموعين باش ربي نطلبوا الله ونديروا فاتحه، يا ربي يحد لينا الباس، يا ربي يحد الباس. تشكروا اليو ام تي على هذه المبادره اللي دارت، وهذه الحمله التحسيسيه وهذه التوعيه اللي داروا الناس ديال السوق المتلاشي، وتنشكرهم على المبادره اللي داروا. كان خاصه دار لان كان الناس باقيين ما واعيينش بهذه الخطوره ديال هذا الكوفيد هذا، وكانوا الناس اللي تيتهاملوا، ولكن الحمد لله بهذا اليو ام تي وهذا الشيء راه داروا واحد الحمله تحسيسيه، وتشكرهم على هذه المبادره. هو لازم اننا نطبقوا البروتوكول الصحي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.